نود أن نعرب عن تعازينا ومواساتنا للسودان وعائلات الضحايا الذين وقعوا جراء السيول والأمطار الأخيرة، وأن نؤكد أن دولة الإمارات ستستمر في دعم المتضررين عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وكلنا ثقة في قدرة السودان وشعبه الشقيق على تجاوز هذه الأوضاع. السيد الرئيس، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان حالياً، ترحب دولة الإمارات بكافة الجهود المبذولة لدعم الآلية الثلاثية في تيسير العملية السياسية بقيادة سودانية، وتؤكد بلادي في هذا الصدد على أهمية انخراط الأطراف السودانية في حوار من خلال المحادثات المباشرة للتوصل إلى تفاهم مشترك حول سبل المضي قدماً. كما يجب أن تكون هذه المحادثات شاملة، لا سيما عبر إدماج الشباب وضمان مشاركة النساء فيها بصورة كاملة ومتساوية وهادفة.